وسط إجراءات صحية مشددة انطلقت الامتحانات النهائية لطلبة الجامعات في عموم الكليات الحكومية والأهلية بشكل حضوري في بعض المواد، والبعض الآخر سيكون إلكترونيا. أجواء الامتحان سبقتها تحفير القاعات وتوفير الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي لضمان انسيابية نجاح الامتحانات. تم تحفير القاعات من يوم أمس بشكل كبير، توفير الكمامات وتوفير المعقمات في بداية كل كلية ومدخل مجمعات القاعات الامتحانية، وهذا الموضوع يعاد يوميا بعد الامتحانات. تعفر القاعات الامتحانية من أجل توفير بيئة آمنة صحيا. 19,000 طالب وطالبة اليوم أدوا امتحاناتهم حضوريا، وأكثر من 14,000 طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم إلكترونيا. كان هناك ارتياح للإجراءات التي طبقتها جامعة بغداد حفاظا على طلبتنا الأعزاء وكذلك لنجاح العملية التعليمية. وسجلت الامتحانات التزاما كبيرا من قبل الطلبة الذين تحدثوا عن عدم وجود أي صعوبة في الأسئلة، مؤكدين تعاونهم مع الكوادر التدريسية في تفادي الإصابات بالفيروس، لكنهم يواجهون مشكلة الانقطاع المستمر للكهرباء الذي يعكر عليهم الإجابة في الامتحان. أجواء الامتحانية فكانت شوية متوترة لأن الجو كلش حار وكهرباء يعني تنقطع وتجي، وطلاب كانوا مرتدين كمامة لأنهم أصلا ما يقبلون يدخلون القاعة بدون كمامة ومعقم ويعني كفوف، يعني كانت الإدارة أنه ما تقبل ما يسمحوننا أنه ندخل بدون كمامات. الأسئلة كانت زينة يعني على المستوى الدراسي اللي أخذناه، بس عاني أنا من بعض مشاكل وعادية، يعني المشاكل تصير بأي مكان، بس واجهنا مشاكل شوية، مشاكل صعبة تعرف، جو منا حار، قاعات كانت حارة كلش، كهرباء ماكو، موفرين الجو، بس يبقى انه علينا انه احنا يعني انه نمتحن ونسوي صحيح شوية مرات تطفى وهاي، بس يعني هم اللي يسوون اللي عليهم. بالنسبة للأسئلة شوية مركزة، بس يعني القاري جاوب، ملتزمين بالإجراءات الورقية، كلهم لابسين كمامات وملتزمين بالإجراءات. ورغم مخاوف الكثير من الطلبة من إقامتها حضوريا، إلا أن وزارة التعليم حسمت الأمر وشددت على تطبيق الإجراءات الوقائية بالنسبة للطلبة، وهيئت بالتعاون مع وزارة الصحة المستلزمات الضرورية لمواجهة أي طارئ. من بغداد، حسن الفواز، العراقية الإخبارية.